مؤتمرات عديدة تنطلق حول العالم، تسعى الدول من خلالها إلى تقديم مساعداتها للتعويض ولو بجزء يسير عما فقده اللاجئون الذين أصبحوا بين مطرقة الصراعات في بلدانهم وسندان اللجوء إلى المجهول. فمنطقتنا العربية التي تعاني من صراعات سياسية دفع ثمنها 3,200,000 نازح سوري، ومليونان ومئتا ألف نازح عراقي، ومليون ومئتا ألف لاجئ خلال الحرب الأخيرة في غزة، ومئة وأربعون ألف ليبي نازح داخل ليبيا. شهد عام 2014 أكبر حجم للنزوح الإنساني في مأساة يعانيها اللاجئ والدولة المضيفة على حد سواء، فنحو 85% من اللاجئين السوريين يلجؤون إلى دول الجوار النامية فيتقاسمون معها قوتها وأمنها. ومما يزيد الأمر تعقيدا وخطورة أن نصف اللاجئين هم أطفال معظمهم خارج مقاعد الدراسة. إذا كنا نتحدث عن قضايا الدفاع الاجتماعي، يعني إحنا في مراكز الأحداث اللي هم في نزاع مع القانون عندنا حوالي 137 حدث سوري ارتكبوا جرائم مختلفة. نصف الأطفال اللاجئين السوريين فقط ملتحقون بالدراسة، وجزء من هؤلاء يتعلم في مدارس غير رسمية لا تتمتع بالجودة المطلوبة. تأمل الدول المضيفة أن تنال الدعم الدولي الذي تحتاجه، فبينما تصارع تلك الدول من أجل تلبية احتياجات اللاجئين يزداد اللاجئون السوريون ضعفا. من الضروري جدا جمع المبلغ المطلوب للاجئين السوريين في الخارج والداخل والذي يبلغ 4,700,000,000 دولار. نعول كثيرا على أمتنا العربية ونعول على هذا المؤتمر الذي عقد الآن ليكون ناقصا ينبه الضمير العربي والأمة العربية إلى أن هذه المحنة التي نعيشها هي نكبة أكبر من نكبة فلسطين. الشعار الذي حمله هذا المؤتمر الاستثمار في المستقبل يحمل في ثناياه تساؤلا حائرا، متى سيعيش هؤلاء الأطفال اللاجئون كأقرانهم في دول أخرى لا يختلفون عنهم سوى أنهم ولدوا في دول لا تنعم بالاستقرارين السياسي والأمني. نور العنبقي، CNBC عربية.